تشرف باسم حضرتك. النائب احمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن قطاع القاهره وجنوب اوسط الدلتا. الحزب والقائمه انت حضرتك تتابع ليهم؟ انا عن حزب حماه الوطن، القائمه الوطنيه من اجل مصر. ايه رؤيتك في برلمان 2021؟ يعني يمكن اقول لسيادتك، يمكن عشان انا عضو برلمان من 2015، برلمان 2021 مختلف للغايه لانه بيشهد تعدديه حزبيه بشكل كبير جدا. بنتحدث على 13 حزب سياسي الى جانب كمان كيان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي بيضم طبعا كوادر من كافه الاحزاب المختلفه والمختلفه كمان في الايديولوجيات وكافه الرؤى السياسيه. ومن ثم اعتقد ان التعدديه الحزبيه الموجوده داخل برلمان 2021 يعني هتلقي بظلالها على عمل جاد وعمل كبير جدا تحت قبه البرلمان عند بدايه ادوار الانعقاد. النقطة الثانية، يمكن البرلمان بيشهد مشاركة كبيرة جدا من جانب المرأة المصرية إلى جانب الشباب المصري وبشكل ما يقارب 62% من المجتمع المصري. الموضوع ده موضوع مهم جدا، أعتقد أن فكرة وجود مرأة كمان تعدت النسبة الدستورية لتصل إلى 26% بواقع 148 امرأة، وفي انتظار طبعا تعيينات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد أنها ستشهد برضو تعيين عدد من المرأة المصرية وبالتالي عدد مقابل للزيادة، إلى جانب كمان وجود الشباب بشكل قوي جدا تحت قبة البرلمان. ده يسري طبعا الحياة النيابية المصرية نظر لوجود طبعا تعددية حزبية بشكل كبير جدا من شأنها أنها تلقي بظلالها بشكل إيجابي على مشروعات القوانين الصادرة طبعا كقوانين من مجلس النواب المصري. ايه اللجنه اللي حضرتك ان شاء الله ناوي تنضم ليها؟ هو انا امين سر لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب 5 سنين متتاليه من 2015 لحد 2020، يعني الاقرب بالنسبه لي والاكيد ان انا اكون موجود ان شاء الله هيئه مكتب برضو في لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. ايه راي حضرتك في تنسيقيه الاحزاب السياسيين؟ يمكن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هي كيان لاول مره في تاريخ الدوله المصريه يكون هناك كيان يضم عدد من الشباب من كافة الأحزاب المختلفة، نتكلم على 27 حزب سياسي مختلفين في الرؤى وفي الأيديولوجيات، ولكن هم متفقين على أرضية واحدة وهي المصلحة الوطنية. يعني نحن نختلف من أجل الوطن ولا نختلف على الوطن، وده كان أمر مهم جدا. التنسيقية كمان يمكن لديها كوادر عديدة، تواجدنا بقوة في السلطة التنفيذية كنواب محافظين بوجود 6 من نواب المحافظين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جانب كمان تواجدنا بقوة داخل مجلس النواب ب 28 نائب كانوا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في كافة القطاعات، إلى جانب كمان تواجدنا داخل مجلس الشيوخ المصري بعدد 12 نائب داخل مجلس الشيوخ. وأعتقد أن كل الأمور دي تؤكد أن التنسيقية كيان قادر على التواجد بقوة داخل مؤسسات الدولة من خلال الكوادر الشبابية ودعم القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المصري لتواجدهم بقوة في المشهد السياسي المصري. شكرا جدا لحضرتك وبالتوفيق.